وصلنا لعالم التجميل يلي كلنا بنعرف انه هو صار عالم واسع، وصاروا الشباب بجانب الفتيات اذا ما سبقونا يعني ببعض الاتجاهات. اليوم رح نحكي عن الليزر، قد ايه اليوم صارت ما فينا نقول موضه، احيانا الموضه بتكون لفتره وبتخلص، ولكن اليوم صار اتجاه كثير قوي للشباب والصبايا يعني، وهو تقنيه كثير حلوه الى ايجابياتها اكيد يمكن اكثر من السلبيات. وعم نشوف كمان استخدامات اليوم للليزر مو بس بإزالة الشعر، عم يكون ممكن بإزالة الوشوم أو حتى كتير من التقنيات التجميلية، وأكيد هذا الشيء رح نحكي مع ضيفنا لليوم. أكيد معلومات كتير واسعة ضمن عالم الليزر والتجميل. حيكون ضيفنا لليوم الدكتور علي قصيص، أخصائي شعر وليزر وتجميل وزراعة شعر. صباح الخير يا حكيم. يسعد صباحكم، يسعد صباح المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يعني عم نحكي عن موضوع الليزر واستخداماته المتعددة والتقنيات كل ما أنا يوم عن تاني عم تتطور أكثر. خلينا نحكي هيك لو سريعا، الليزر لشو يستخدم اليوم؟ المعروف نحن عنا إزالة الأشعار بشكل أساسي. هلا شيء طبيعي، الليزر يعني سوى ثورة في عالم الطب التجميلي، يعني كثير أغنى عن شغلات كانت تسوها جراحية أو كذا. هي تقنية غير جراحية، هي تجميلية. الليزر شو هو؟ عبارة عن شعاع ضوء، يعني ضوء بس مركز بطول موجة معينة، مشان استخدامه لوين؟ مثل ما بنقول استخدامه مثلا في الطب التجميلي له أنواع، مثلا بإزالة الشعر، إزالة الوحمات الدموية، إزالة الوحمات الصباغية، إزالة البهاق، وكمان بصنفرة الجلد. هي بس كل له هدف معين بالنسبه للاستطباب تبعه، كثير مهم. مثلا بازاله الشعر عندنا الهدف تبعه هو الميلانين. الليزر الحديث هو يعني قديم وكثير يتطور، انه له هدف واحد فقط، وقت بيروح مثلا ازاله الشعر هالصبغه الموجوده حول بصيلات الشعره، مشان ما يؤذي النسج اللي حواليها. يعني بالاول مثلا اول ما طلع كان يساوي ندبات، يعني يحرق حروق ويعمل حروق حتى ندبات وكذا. بينما الليزر الحديث هلا له هدف واحد اللي هو الصبغه لحول بصيلات الشعر. بالنسبه للتاتو بياخذ صبغه، مثلا الصبغه الموجوده بالتاتو، في صنفره الجلد المي مثلا مشان يعمل صنفره، بالنسبه للوحمات الدمويه الهيموغلوبين. فهون انه صار الليزر هلا مركز بطول موجه معين يحقق الهدف تبعه بدون ما يساوي اثار جانبيه. تمام، يعني عم يكون الهدف اليوم مباشر تحت هي الاشعه. طيب دكتور خلينا نحكي، في حالات كثير بيقولوا لك صبايا انا استفدت وانا ما استفدت، احيانا بيكونوا عند نفس الدكتور ونفس الجهاز، مشان ما نروح هلا بموضوع ثاني لانواع الاجهزه. قد ايه اليوم مهم نوع الجلد ولون الشعر بنجاح عمليه الليزر؟ نعم، هلا الليزر بالنسبه لازاله الشعر له كثير شغلتين كثير مهمين، حتى يعني الأنسة تستفيد أو المدام لازم نشوف إذا الشعرة سميكة، الشعرة سودة، والبشرة البيضة، هي بتكون النتائج كتير عالية. هلا ما يمنع إنه إذا واحدة سمرة ما نسوي لها، لا، بس هون لازم ناخذ بعين الاعتبار إنه البشرة السمرة يعني فيها صبغة كمان غير صبغة الميلانين الموجودة حوله، بقى لازم إنه يكون الجهاز فيه تبريد كويس هو، وننتقل الحرارة المناسبة لكل بشرة. بقى لون البشرة كتير مهمة بالنسبة لتطبيق الليزر، مشان ما يصير عندنا حروق أو تصبغات أو نقص لون، كتير مهمة. بقى أنواع الأجهزة، في أنواع الأجهزة كمان هلا هون عندك مثلا الألكسندرايت. الألكسندرايت منيح للمنطقة تبعنا، كتير ممتاز كبشرة ما بنقول فيها حنطية كتير وكذا، وبيستخدم هذا بقى كتير ممتاز. بس كمان مثل ما حضرتك حكيتي، يعني بتلاقي نفس الجهاز هو بقى بتلاقي لك كان في عده مراكز، بس هون عم تاخذ نتيجه هون ما عم تاخذ. طيب هون ليش، شو الفكره بالضبط؟ اول شيء الاشراف الطبي كثير مهم، يعني الطبيب وقت تيجي وحده بتساوي ليزر لازم يشوفها الشعر تبعها هل تستفيد، اذا في وبر مثلا ما تساوي لون البشره، وعلى اساسها بيحدد لها انه تساوي مناطق معينه يعني او ما تساوي، وهي ويحط لها الحراره المناسبه مشان تاخذ. الشغله الثانيه انه انا بكون عندي نفس الجهاز بس بلاقي انه عم يساوي الجلسات
قصيره بيجوا بيقولوا عملوا لك جلسات مكثفه، هذا مفهوم غلط ما هو علمي ابدا. ان الشعره الى دوره حياه. دورة شو هي دوره حياه الشعره؟ ايوه في ثلاث مراحل، هي دوره نمو، دوره راحه، ودوره سقوط. بنشوف لان الشعره بتسقط. هلا الليزر هو بياثر بس بدوره الحياه، بس نحن وقت نجي بنعمل مثلا منطقة معينة ما بنعرف هيك، بس بنعرف انه كل منطقة دورة النمو شلون. مثلا بالوجه سريع النمو مثلا 60%، مشان هيك بنساوي كل شهر او شهر واسبوع مثلا. الجسم لا، بنساوي كل شهرين، يعني دورة نمو 20%. يعني كل ما كانت دورة النمو اقل بتكون الجلسات اكثر، دورة لازم تكون اطول. معلوم يعني عفوا، يعني نحن كثير هلا بنشوف على بفصل الصيف خصوصا كثير مراكز عم تقدم عروض باسعار فينا نقول مشجعه ومغريه. هون معناتها اذا كل شهر جلسه معناتها خطا هون كثير، لانه يعني انت وقت عم تيجي تساوي لمنطقه مثلا الساقين في الجسم، يعني غير الوجه، الوجه كل شهر شهر واسبوع، دوره نمو ضعيفه بتكون 20، وقت تيجي عم تساوي كل شهر بيكون الشعر ما طالع. نحن بيجونا ناس بعد شهرين وما بيطلع الشعر، بس انت وقت عم تساوي بعد شهر لسه الشعره ما اخذت دوره النمو تبعها، معناها عم تضربي بدوره ممكن تكون بالراحه او السقوط، هيك الليزر ما بيفيد. بقى بتجي بتساوي 6-8 جلسات بيجونا هيك عم يساوي كل 20 شهر، اذا تركت 90 يوم رح تلاقي الشعر 80% يرجع. يعني ما بيكون استفدنا نحن من الليزر. بقى كثير مهمه هالنقطه هي اللي عم تتروج، بس هي تسويقيا يعني مثل ما بيقولوا إيه تعال بسوي لك جلسات مكثفه تخلصي بكير، عرفتي شلون؟ طيب خلينا الفكره يعني انه بتخلصي بكير بس هيك تماما. كمان بدي اسالك عن نقطه امتلاك جهاز الليزر اليوم. يعني بنعرف الليزر ذكرت حضرتك انه هو ما نودار، ولكن اي شخص اليوم قادر يستخدم هذا الجهاز الليزر؟ وكثير بنشوف مثلا صبايا او اختصاصيين بيقولوا لك انا تعلمت مثلا على ايد حدا او عمل دوره بسيطه يمكن شهر وصار بيستلم الجهاز وبيستلم مرضى. هذا الشيء برايك قديش بده تنظيم او قديش حاله صحيه او ما انا صحيه برايك؟ هي شيء طبيعي، لازم بالنسبه للليزر لازم تكون عمليه تنظيم. وانا حكيتها قبل مره انه هل نساوي نحن معهد هون ونعمل دورات؟ معلش الصبايا تنعمل دوره مثلا 3 أشهر 4 أشهر، ما انه يومين ثلاثه وانا اجي فوتها على الجهاز ودخلها. الشغله الثانيه انه المركز انت انه نحن الامراه تيجي بتساوي جسمها، بقى الطبيب صعب يسويها، بقى بدك تدربي اخصائيات، بس يكون في اشراف من طرفك انت انه تكون في طبيب مركز عم تراجعه هي، مشان مثلا والله الدكتور سويت 3 جلسات ما استفاد، يشوف وين الخلل، هل عندها مشكله، هل مشكله بالبنت اللي عم تشتغل، هل بالحراره، هل عندها مشاكل ثانيه هرمونيه او شيء، فلازم يكون في اشراف طبي بالنسبه للموضوع هذا. طيب حكيم، هدول الصبايا اللي عم يخضعوا للتدريب شو هن المؤهلات او الاختصاصهم؟ يعني اليوم اي حدا قادر يدخل يعمل كورس تدريبي للليزر ويمسك جهاز ويستلم مريض؟ هلا الجهاز هو عباره يعني آلة ميكانيكية تمام، بس هو الأهم شيء إنه كيف البنت تعلميها تطبق هو سهل. بس كمان الحرارة يكون في أنت دائما متابعة كطبيب لعب المركز، يعني ممكن الأخصائية بعدين بتصير هي خلص ما يعني تمل تشتغل إيه تشتغل تعودت على حرارة معينة أريح لي ما بدي وجع راس وكذا، بل لازم يكون دائما في متابعة بالمركز من قبل الطبيب المشرف، وهذه كثير مهمة. ولا ممكن حضرتك أسبوع أو 10 أيام تعلموا وتصير تساوي ليزر، يعني ما هو هالصعوبة الكثيرة هاي كثير كثير مهمة. بس نحن بهمنا يكون اختصاص، يعني كمان اليوم اي صبي عم تروح عم تحط المبلغ ما انه هوين، يعني نحكي صح. كمان الجانب الثاني، يعني اليوم ما انا مضطره هي تروح تحط هذا المبلغ كرمال الصبيه تكون مثلا خلينا نحكي حاله واحدة انه ماله او ما عندها هي الخبره الكافيه. فكتير مهم اليوم الطبيب المشرف يتابع الحالات والاخطاء اللي ممكن تنتج بالضبط، مشان تتفادي انت الاثار الجانبيه تبع الليزر، الحروق، نقص التصلب. طب ليش غالي دكتور؟ ليش غالي؟ غالي؟ غالي لانه الليزر ايه بالضبط مثل ما حكيت حضرتك، بتلاقي جهاز نفسه اسمه الكسندرايت وهذا الكسندرايت ما بدي اسميه انا مش طبيعي، بس بتلاقي هذا معروف عالميا بنتائجه، عرفت شلون؟ بدقته. واجهزه ثانيه بتكون رخيصه الثمن، ما بدنا نسمي من اي منين، يعني رخيصه الثمن، يعني بتاخر نمو الشعر بسموها،
يعني ما بتعطي نتائج، بتاخر لك نمو الشعر اكثر. بعد تكاليف الليزر اليوم مستهلكاته صيانته على اجهزه عم تحكي اليوم في 400 و500 مليون حق الجهاز بس بس بالسنه، عم تحطي انت صيانه ومستهلكات فوق ال 10%. يعني في مستهلكات يعني شويه ليونه. معلش دكتور كتروا لنا العروض كرمال هالصبايا. ايه على عيني على عيني، تكرم عينك. اهلا وسهلا دكتور. بالختام يعني بدنا نشكرك كثير لكل المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها، واكثر نصيحه ذكرتها حضرتك موعد اجراء جلسه الليزر شهريا هو موضوع كثير خاطئ في دوره حياه للشعر، وما نمشي ورا العروض. العروض كويسه منيحه، دائما الانسان بيدور عليها، بس ندور على النتيجه ونسال. نحن صرنا في عالم الانترنت هلا، نفوت على الانترنت نشوف وين الجهاز الافضل، وين المركز الافضل، وين المتابعه الاكثر، عشان ناخذ النتيجه المرجوه. يعني مثل قلتي اليوم تكاليف ليزر صارت عاليه. اكيد دكتور علي، شكرا لحضورك اليوم ولكل المعلومات. شكرا لك وصباحك حلو حكيم. شكرا يا هلا. اهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا شكرا.